السلام عليكم ورحمة الله وشحوالكم، إن شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا متهنين. مرحبا بكم كامل. اليوم رايحين نخدم معاكم الطراشن، طريقة جديدة اللي حابين يخدموهم لشهر رمضان إن شاء الله. يكون عندك الوقت وتخدميهم، تقدري تخدميهم كمشروع. قلت لكم طريقة بزاف عجبتني، خدمتها عجبتني وحبيت نبارطاجيها معاكم. واش نحتاجو؟ نحتاجو قماش تاع السرابت ولا طراشن، هذا يدير 10000، العرض تاعو فيه 90 سنتيم يدير 10000 للمتر. اوكي، اللي فيه العرض تاعو فيه متر ونص يدير 25000. اختاروا الالوان اللي يعني اللي تعجبكم. عندي هنا قماش تاع الدروات يدير 20000 للمتر، انا اللي هنا اخترت في الايني على حساب القماش. عندي اللي هنا هذا القالو، القالو هذا البنات كيما هذا الطراشه اللي تخدمهم كمشروع، اللي تحب تخدمهم كمشروع يستحسن تشري بالبوبينه. البوبينه دير 25000 فيها 9 مترات. نبداو على بركه الله. هنا البنات القماش تاعي عندي متر، رايحة نطويها على 2 ونزيد نطويها على 4. انا نحب الطراشن ما نحبهمش يكونوا صغار بزاف. قلت لكم المتر رايحة نطويها على 2 ونزيد نعاود نطويها على 4. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما قطعت القماش تاعي رايحه نتحصل على 4 سرابت. شوفوا متر راح تخرج لي 4 سرابت. كيما قلت لكم انا ما نحبهمش صغار بزاف، نحبهم الحجم تاعهم يكونوا كيما هكذا. لهنا نجيب القماش تاع الدروات. قماش تاع الدروات البنات انا لهنا شريت نص متر، لانهم ما يبيعوش يعني تقريبا الحوانت كامل ما يبيعوش من اقل من نص متر. يعني لازمك تشري نص متر، نص متر دير 10000، انا لهنا نص متر دير 10000، يعني رغم ان نحتاجو غير قطعه صغيره. واش راح ندير؟ شوفوا نجيبو هذه 50 سنتيم، هذه 50 سنتيم كما راكم تشوفوا، نطويها هكذا. شوفوا نطويها هكذا على شكل مثلث. راح نقطع هذا الزائد هذا. كما شفتوا يعني تحصلوا على هذا المربع. هذا المربع البنات راح نزيد نطويه هكذا ونقطع، نفتح منه البنات باه نتحصل على هذا المثلث. بعد ما قطعنا القماش حصلنا على هذا المثلث. هنا عندنا 4 مثلثات على حساب الطراشم. كيفاش راح نخيطوا الطراشم تاعنا؟ نجيبوا السربيته تاعنا كما راكم تشوفوا هكذا، نحطوا هذا المثلث هذا على الليكوا. راح ندير رفيه هنا البنات، شوفوا ندخل هذا القماش هكذا. طريقة جديدة ويعني يخرجوا لك الطراشن تاعك ولا سرابت يخرجوا بزاف شابين. شوفوا البنات كما قلت لكم نحطوا هذا المثلث، اللي تحب تخيط غير هذا وحده ومن بعد تزيد تخيط القالو ولا تثبتهم كامل على جهه. تحط القالو هكذا، تحكم بليزي بانجل وتفوت عليه كامل هكذا بخياطة، ومن بعد نديروا رفية للداخل تاع كامل الطرشونه تاعنا كامل ندورو عليها برفيه. دوك البنات نروح نروحو للماشينه ونبداو الخياطه. بعد ما خيطنا القالو، هذه هي الطريقه كيفاش راح يجي الايني البنات. ملاحظه الايني الوجه تاع القماش لازم يكون الفوق باه تجي الطرشونه تاعنا شابه. دوكا نروحو نديرو رفيه للطرشونه تاعنا كامل، نرفي الطرشونه تاعي كامل ونحددهم ونرجع لكم. يا من له ستر علي جميل، هل لي اليك اذا اعتذرت قبول. ايتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا
وعلي سترك دائما مسبول، فلك المحامد والممادح في الثناء، يا من هو المقصود والمسؤول. هذا هما الطراش نتاعنا بعد ما خيطناهم، شوفوا كيفاش راح يجوا. كما قلت لكم يعني الطريقه راهي سهله البنات. هنا القماش الايني ما تحتاجوش بزاف، يعني يعني نصف متر راح دير لك كميه لاباس بها. شوفوا يعني الطراش نتاعنا خرجوا ما شاء الله. تقدروا البنات شوفوا راح نوري لكم يعني بعض الطرق كي رايحين يعني تحطوا الطراش نتاعكم على الطاوله. شوفوا البنات انا طويتها هكذا، طويتها على 2، راح نزيد نطويها هكذا على 4، وراح نطويها بهذا الشكل. شوفوا كيفاش راح يخرج تخرج السربيته تاعنا، درناها بهذا الشكل البنات، تخرج بزاف شابه. ثاني طريقه اخرى البنات كما راكم تشوفوا، يعني راني طويتها على 4، تزيدي تطويها على 2، ومن بعد راح تزيدي تطويها هكذا. شوفوا كيفاش راحين يخرجوا، ثاني راحين يجوا كيما هذو. وتحطي اكيد تحطي الملعقه والشوكه والمستعك تحطيهم هنا، يخرجوا بزاف شابين. يعني عدة طرق ان شاء الله البنات تكونوا استفدتوا، وان شاء الله عجبتكم الخدمه. كما قلت لكم القماش مش راح يدي لكم بزاف، يعني نصف متر راح يدي لك كميه لاباس بها. ثاني شوفوا البنات القالو ثاني مش راح يدي لك بزاف، هنا المتر راح تخرج لك 4، لازم ديريهم بهذا الحجم، يعني ديرهم حجمهم كبير. سعر البيع تاع هذا الطراش البنات راحين تبيعوا الحبه ب 8000، راحين تبيعوهم الحبه ب 8000. ثاني حبيت البنات نوري لكم الطريقه سهله ويعني بزاف شابين لهنا البنات. شوفوا اللي حابين يبداو ثاني كيخدموا هذو كمشروع ثاني راهم يتمشاو. انا لهنا يعني سبق وخدمت منهم في فيديو، دايره عليهم فيديو في القناه، قلت لكم درتو بالقماش لومبوستي هذا جاي منور، مي هذا راني درتو في الايمي. تختاروا الالوان على حساب اللون اللي جاي في القماش، وتختاري لو ديري في الايني تاعك ولا ديري في لومبوستي، يعني ديري في هذاك المنور. ثاني يخرجوا بزاف شابين لهنا ثاني كما راكم تشوفوا. حبيت نوري لكم هذا ثاني هذا لي كولار جاي في الفيغ، ثاني خرج بزاف شباب. الطرشونة البنات ولا السربيته راح ديروا لها رفيا، يعني عادي ماهيش حاجه صعيبه. سعر البيع تاع هذو البنات يعني سبق ودرت لكم فيديو، مي راح نزيد نقول لكم شحال راهم يديروا هذو. هذو كيما هكذا سربيته وحده كيما هذه البنات تبيعيها 25000، يعني راهم كبار البنات ماهمش صغار. كاين اللي يديروهم صغار على حساب الحجم نتيا، شحال ديري في الحجم تاع هذا تاع المطلوع هذه. انا راني نديرهم كبار، قلت لكم نحسبهم ب 25000 الحبه، يعني الطرشونه بهذه نحسبهم 25000. ان شاء الله البنات تكونوا استفدتوا وعجبتكم الخدمه. ما تنسوناش باللايك بالبارتاج البنات، وتهلاو في رواحكم ونتلاقاو في الفيديوهات الجايه ان شاء الله مع مشاريع اخرى. مع السلامه.